في ظل انتشار الإصابات بجائحة كورونا، اتخذت دائرة صحة ديالى عدة إجراءات وقائية للمراجعين للمؤسسات الصحية، أهمها ارتداء الكمامات والكفوف والاستمرار في عمل المؤسسات الطبية طوال فترة الحظر. بدينا نستقبل المرضى الأطفال ومرضى النسائية والتوليد وعلى مدار 24 ساعة، وأطباءنا وكوادرنا التمريضية والخدمية متواجدة على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمة. حسب توجيهات خلية الأزمة المركزية والمحلية، يكون استلام المراجع عن طريق الإحالة الرسمية مراكز صحية، لنحاول نقلل الزخم الحاصل على الاستشارية ونقلل العدوى. المواطنون من جانبهم ثمنوا جهود الكوادر الطبية من خلال معالجة الحالات المرضية والإنسانية، مطالبين بفتح المراكز الطبية في المناطق النائية لاستقبال المرضى نتيجة الزخم الكبير على المؤسسات الصحية في بعقوبة. دخلنا المستشفى لحد الآن إجراءات الوقاية كاملة على حسب الأصول، ماكو أي شيء. استقبالهم كان كلش ممتاز. بالقرى عندنا مراكز صحية، يعني لو المفروض يعني على هاي الأزمة المراكز الصحية يودون لهم فالدكتور فالشي هناك، معاون طبي فالشي هناك، يبحث الناس يسوي الناس أحسن ما يجي لي هنا وازدحام واختلاط. جهود كبيرة تقوم بها الكوادر الطبية والصحية في محافظة ديالى لتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين رغم الزخم الكبير على المؤسسات الصحية، مناشدين الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وبحظر التجوال الشامل. من محافظة ديالى دريد المعموري، على العراقية الإخبارية.